السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ أخباركم؟ أخذنا بالحصة اللي فاتت أو وصلنا إلى مراحل تحول الحكومة التقليدية من التقليدية إلى الإلكترونية. يعني في هذا الموضوع راح نتعلم كيف إنه الحكومة تحول نفسها من الحكومة التقليدية الورقية إلى الحكومة الإلكترونية. فعندنا إحنا كل تحول يمر بمراحل، هذه المراحل الدولة هي تبدي بيها مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة إلى أن تنتهي بالحكومة الإلكترونية واللي هي آخر شيء. يعتبر برنامج الحكومة الإلكترونية من المشاريع الوطنية طويلة المدى. طويلة المدى ليش؟ لأن التحول من الورقي إلى الإلكتروني يأخذ وقت ويحتاج إلى خطوات كثيرة، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى تمويل مادي وقرارات حكومية كثيرة وتدريبات موظفين وعمل البرامج وإلى آخره. فيعتبر من البرامج الوطنية اللي هي طويلة المدى، فقد يستغرق عدة سنوات من التخطيط والتنفيذ المتدرج نظرا للتحديات الإدارية والبشرية والفنية. زين، هسه يعتبر السبب انه ليش المشاريع الوطنية او الحكومة الإلكترونية هي من المشاريع الوطنية طويلة المدى، لان اكو تحديات إدارية واكو تحديات بشرية وفنية راح نجي عليها في نهاية الباب. زين، التحديات الإدارية اللي هي كيف احنا ندير الأمور أونلاين، كيف أنا من أحول أو الورقي إلى أونلاين. التحديات البشرية أنه أنا كيف أدرب المواطنين، كيف أدرب الموظفين، كيف أنشئ البرامج وأخليها وأعملها وتكون متاحة لكل المواطنين. وعندي الفنية اللي هي برمجة المواقع، برمجة التطبيقات على الهاتف، توفير قواعد البيانات، النسخ الاعتياطي، أمنية البيانات وإلى آخره من الأمور التي تدخل في نجاح البرنامج. فالتحول إلى الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى إجراء تغييرات جوهرية في هياكل إدارات الدولة وقطاعاتها المختلفة. زين، هيكلة الدولة من موظفين ومدراء عامين وإلى آخره، في تغييرات جوهرية لازم تصير من أجل أنه ينجح التحول من الحكومة التقليدية إلى الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، الحكومة الإلكترونية ملزمة أنه توفر بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات والاتصالات الوطنية. هاي شنو التحديات؟ تحديات الفنية. شنو المقصود بيها؟ أنه أنا إذا درت حكومة إلكترونية ونص البلد، بالضبط نص البلد ما فيش إنترنت، صح؟ زين، شنو فائدة الحكومة الوطنية؟ نص الشعب راح يستفاد والنصف الآخر ما راح يستفاد. زين، في انترنت والناس ما تشتري انترنت، يعني أنا قاعد في البيت وعندي تليفون وخلصنا، لا أستخدم الكمبيوتر، لا أعرف كيف أستخدم التليفون، لا أعرف كيف أدخل معلومات إلكترونيا، لا أعرف كيف أخذ صورة إلى آخره. زين، هي هاي التحديات التي قد يستغرق تجهيزها أو ترقيتها وقتا طويلا. ليش؟ لأن يعتمد على التوفر الميزانية اللي هي تساعد الدولة في إيصال الإنترنت وخدمات تقنيات المعلومات لكافة المواطنين. وأخيرا هنالك العامل البشري اللي أنا ذكرت لكم إياه، اللي هو تهيئة الكوادر لعمل الحكومة الإلكترونية وتهيئة المواطنين أنه يتقبلون ويبدون يستخدمون الحكومة الإلكترونية. طبعا هاي التحديات تقريبا هو الموضوع لهناية، يعني بس هاي أول ثلاث أسطر مهمة، أنه هو طويل المدى ويمر بتحديات ويحتاج إلى تغييرات هيكل في شو اسمه جوهرية في هياكل إدارة الدولة وقطاعاتها المختلفة. هذني النقاط راح نجيها في التفصيل في المواضيع القادمة. لذلك عملية التحول لهذه الأسباب اللي احنا ذكرناها، عملية التحول قسموها إلى أربعة مراحل اللي هي هاي. أول شيء الظهور، بعدين إذا مرحلة الظهور نجحت أحول إلى مرحلة النشر، بعدين أكمل مرحلة النشر وأخلص أمشي إلى مرحلة التفاعل، وبعدين أنهي بمرحلة تكامل الخدمات. مرحلة تكامل الخدمات اللي هي المرحلة اللي أنا أكون فيها وفرت كافة الخدمات الضرورية والمهمة لعمل الحكومة الإلكترونية، ومن عدها كل ما يتوفر عندي فرصة أزيد خدمة جديدة، كل ما تصير عندي فرصة أضيف معاملات ونماذج جديدة. كنت أول شيء تصريحات رعاية صحية تعليم إلكتروني، صارت عندي فرصة أضيف انتخاب إلكتروني، صارت عندي فرصة أدخل الجوازات وأذونات العمل، صارت عندي فرصة أضيف التوظيف الإلكتروني، ومن عدها أمشي. بس اللحظة اللي أنا وصلت مرحلة تكامل الخدمات أكون أنا وفيت معظم الشيء المطلوب من عندي كحكومة على مود أحول الحكومة الإلكترونية. فعندي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الظهور الحكومي، من اسمها
ظهور الحكومي، يعني انا هسه راح اظهر للعلن، اظهر للمواطنين على انه انا حكومه الكترونيه. مميزات هذه المرحله، تتميز هذه المرحله بتوفير المعلومات الحكوميه من خلال المواقع الالكترونيه للادارات الحكوميه والوزارات الهيئات العليا. زين، هاي اول شيء ميزاتها، انه اني اوفر المعلومات الحكوميه من خلال المواقع الالكترونيه. تمام، ابني مواقع الكترونيه بسيطه فيها معلومات حكوميه، فالمواطنين او المواطنون غالبا ما يحتاجون للاطلاع على العديد من المعلومات الحكوميه والحصول، زين، والحصول على نسخ الكترونيه لبعض النماذج الحكوميه. زين، هسه المعلومات اللي موجوده في المواقع الحكوميه شنو تتضمن؟ تتضمن معلومات عامة عن الإدارات الحكومية والوزارات والهيئات العليا. النقطة الثانية، توفير النسخ الإلكترونية لبعض النماذج الحكومية التي يمكن تنزيلها وطباعتها للاستخدام في المعاملات الورقية ذات العلاقة. تمام؟ فهسه بالخطوة الأولى من ميزاتها أنه أنا أنشئ مواقع بسيطة، هذه المواقع البسيطة تحتوي على معلومات للإدارات الحكومية والوزارات والهيئات العليا. النقطة الثانية، المواطن يقدر يعمل تنزيل وطباعة نسخ إلكترونية لبعض النماذج الحكومية، مش كلها. يعني مثلا أنا بدي أطلع شهادة ميلاد، بدي أكتب طلب تعيين، بدي أكتب طلب نقل من مدرسة إلى أخرى. تمام، فالنسخة الإلكترونية من هذا الطلب اللي هو النقل أو طلب جواز أو إلى آخره راح تكون متوفرة في صفحة الدائرة المعنية اللي هي الدائرة الحكومية. أنا شنو أعمل كمواطن؟ أعمل لها داونلود، تنزيل، أطبعها في الطابعة، بعدين أملي هذه المعاملة بخط اليد وأعمل من عندها نسخة وأخذها وأمشي إلى شبابيك المراجعة اللي هي خاصة بهاي الدائرة. فميزات هذه المرحلة اثنين، توفير المعلومات وتوفير نسخ إلكترونية من لبعض النماذج الحكومية. زين، هسه احنا قلنا المعلومات النقطة الأولى والنماذج الحكومية النقطة الثانية. زين، هاي المعلومات اللي احنا رح ننشرها في المواقع الحكومية شنو تتضمن؟ تتضمن عناوين الاتصال بالدائرة الحكومية، ساعات العمل، الإجابات حول الأسئلة الشائعة للمواطنين. ثلاث شغلات، المعلومات اللي موجودة في المواقع الحكومية تحتوي على ثلاث شغلات، عناوين الاتصال، مثلا بريد إلكتروني، رقم هاتف اللي هو بالدوائر الحكومية، الأقسام، مثلا قسم المراجعة، قسم الشكاوي إلى آخره، ساعات العمل، العطل الرسمية، أنا من الدوام يبدي إلى وين، ساعات استلام المعاملات وساعات الحصول على الرد. تمام، هاي يسموها ساعات العمل. والنقطة الثالثة والأخيرة اللي هي الأسئلة الشائعة للمواطنين، يعني مثلا أنا بدي أقدم على جواز، كيف شكل صورة الجواز؟ لازم يكون حجمها مثلا 21x21، خلفية بيضة، لازم أنا أكون لابس لبس رسمي، ما يصير أبتسم، ما يصير تكون عندي مثلا لابس حلي أو مثلا قلادة نكلس أو مثلا لابس قرط في إذني، هاي الأمور ما تصير. فهي يسموها الأسئلة الشائعة. زين، هذه المعلومات اللي احنا راح نوفرها في المواقع الالكترونيه هي غالبا ما تكون معلومات يمكن الحصول عليها عبر الحضور الشخصي لدى هذه الدوائر الحكوميه او عبر الاتصال البريدي او الهاتفي. زين، هذه المعلومات اللي هي الثلاثه اللي هسه احنا ذكرناها اللي راح نوفرها في المواقع الالكترونيه هي غالبا شيء يمكن الحصول عليها عبر الحضور الشخصي. فشوفوا هسه انا اول حاجه سهلت على المواطن، المواطن يقدر يفتح الويب سايت، يتعلم ساعات الدوام، يعرف العناوين وموقع الدائره وين صاير، يعرف الاسئله الشائعه، يعمل تنزيل للنسخ الإلكترونية والنماذج للمعاملات، يمليها بخط اليد، بعدين بعد ذلك يلا يروح للدائرة. سابقا هاي الأمور كانت لازم تصير ويجب على المواطن يحضر إلى الدائرة يلا يعرف هاي المعلومات كلها. فأنا سهلت على المواطن الخطوة الأولى بس، يعني أنا كان لازم قبل أروح أسأل في الدائرة وأسأل على الوثائق المطلوبة وأسأل على الصورة وأسأل وين أسلم وكل هاي التفاصيل، بعدين أرجع للبيت أحضر هذه المعاملة وأذهب مرة ثانية. هسه أول خطوة سهلتها. زين، عن طريق هاي العملية تسمى هذه المرحلة بمرحلة التواصل ذي الاتجاه الواحد. لماذا؟ زين،
حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات الحكومية دون إمكانية إرسال أي معلومات من قبل المواطن. فهمتوا لهنا؟ يعني مرحلة الظهور الحكومي هي أول مرحلة الحكومة تبدي تعطي بعض الأمور والمعاملات والمعلومات للمواطن إلكترونياً، لكن لا تستطيع أن تأخذ من المواطن أي حاجة. يعني من أنا كملت المعاملة يجب أن أذهب شخصياً، من أنا بدي أدفع الضريبة يجب أن أذهب شخصياً، عندي معاملة نقل يجب أن أذهب شخصياً، استخراج الجواز يجب أن أذهب شخصياً. فأنا أول خطوة سهلتها، بس باقي الخطوات لحد الآن هي بعدها لازم المواطن، يجب على المواطن أن يحضر شخصياً عند الإدارة الحكومية أو الوزارة أو الهيئة العليا اللي هو يراجع لها. ولذلك مرحلة الظهور الحكومي تسمى مرحلة الاتجاه الواحد. لماذا؟ لأن المواطن يأخذ من الحكومة، تمام، ومن دون إمكانية إرسال أي معلومات من المواطن إلى الحكومة. زين، لتفعيل هذه المرحلة شنو الدولة يجب أن تعمل؟ يجب أن شنو الأمور اللي الدولة يجب أن تديرها خاطر هاي المرحلة اللي هي الأولى تظهر وتتفعل وتكون شغالة وتامة؟ أول شيء التوسع في توفير وسائل الاتصال بالإنترنت والهاتف الجوال في مختلف أرجاء البلاد، خاطر المواطنين يقدرون يخشون على المواقع يعملوا تنزيل للمعاملات الإلكترونية ويطلعوا على الأسئلة الشائعة ويطلعوا على أوقات الدوام ويعرفون كل شيء قبل ما يذهبون إلى الدائرة المعنية. وبذلك بعد أنا ما وفرت وسائل الاتصال والهاتف الجوال في أرجاء البلاد، راح أنا أقلص الفجوة الرقمية اللي موجودة بين، شنو هاي الفجوة الرقمية اللي راح تتقلص؟ اللي هي نسبة توفر تقنيات اتصال الوصول للإنترنت والهاتف الجوال بين سكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية، تمام؟ فأنا مثلا عندكم أنتم في ليبيا الإنترنت في طرابلس مش مثل الإنترنت في بنغازي، أو في بنغازي مو مثل الإنترنت اللي موجود في الأطراف اللي هي المناطق الريفية. فأنا على مود أفعل المرحلة الأولى لازم أوفر وسائل اتصال بالإنترنت والهاتف الجوال في مختلف أرجاء البلاد وبدون استثناء. وبذلك أنا راح أقلص الفجوة الرقمية الموجودة بين سكان المدن الحضرية مثل إسطنبول، أنقرة إلى آخره، والمناطق الريفية اللي هي المناطق الريفية البعيدة اللي ما حد يروح لها. زين حبايبي، فبهالطريقة هاي النقطة اللي هي تفعيل. زين، مرحلة الظهور الحكومي قلنا النقطة الرئيسية أنه هي مرحلة الاتصال ذي الاتجاه الواحد، لأن المواطن يأخذ وما يقدر يعطي. زين، ورا ما كملت ورا ما فعلت هذه المرحلة راح أمشي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة النشر. زين، مرحلة النشر الإلكتروني، سمات هذه المرحلة سماتها شنو؟ تحسين معدل النفاذ للإنترنت. راح أزيد على النقطة الأولى اللي هو وسائل الاتصال، راح أزيد بعد الإنترنت، وذلك من خلال اتساع رقعة الوصول للإنترنت عبر البلاد. زين، اثنين، تخفيض أسعار خدمة الإنترنت ليكون متاحا لأكبر قطاع من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. زين، هسا أنا من كملت المرحلة الأولى ووفرت اتصالات وإنترنت جميع أنحاء البلاد وقدرت أكسر الفجوة الرقمية اللي موجودة بين المحافظات أو المناطق الحضارية والمناطق الريفية. سمات المرحلة الثانية اللي هي النشر الإلكتروني، أول ما أبدي شنو لازم أزيد؟ أزيد معدل نفاذ الإنترنت وأقوم بتخفيض أسعار خدمة الإنترنت. هاي النقطتين الرئيسية. زين، هسا هاي السمة اللي هي أول شيء أنا راح أبدي به. بعدين مميزات هذه المرحلة، عندي هسا المميزات، زيادة عدد المواقع الحكومية كما ونوعا، حيث تزداد المعلومات التي توفرها الدوائر الحكومية للزوار شنو راح تتضمن؟ شوفوا هسا احنا السمات عرفناها نقطتين. الميزات هذه المرحلة انه انا راح ازيد عدد المواقع كما ونوعا. كما يعني كمية المواقع. بالبداية أنا كنت أكتب بس للوزارات، أنشئ المواقع للوزارات اللي هي الجهات العليا. بالمرحلة الثانية لا، أبدي أدير مواقع الوزارة التربية مثلا. إحنا عندنا وزارة التعليم أو مثلا وزارة الخارجية
او وزارة التعليم وين موجودة؟ موجودة في العاصمة، صح؟ زين، وعندنا في المدن شنو عندنا؟ عندنا وزارة التربية اللي هو مقر رئيسي، مقر صغير يكون يمثل وزارة التعليم في هذه المدينة، صح ولا لا؟ زين، أنا بالمرحلة الأولى درت ويب سايت أو صفحة للوزارة، بالمرحلة الثانية راح أزيد المواقع الحكومية، فأدي أجي أسوي مواقع للمستشفيات اللي موجودات في المدن، أدير مواقع للهيئات اللي موجودة في المدن، مو بس الوزارات والهيئات العليا، أدير مواقع للمدارس، أدير مواقع مثلا المراكز الشرطة إلى آخره. كما ونوعا. نوعا شنو معناتها؟ أنه المعلومات اللي منشورة في هذه المواقع تكون لها قيمة يستفاد من عندها المواطن، مو بس هيك كلام فاضي وكرم الوزير الفلاني واستقبل الضيف الفلاني وهالأمور، لا، أمور تكون لها فائدة للمواطن بحيث المواطن يستفاد من عندها. زين، من أنا درت هاي الميزة بالمرحلة الثانية، مو زدت عدد المواقع كما ونوعا، زين، الأخبار راح تكون تنشر بطريقة شو اسمه منتظمة، وشنو تتضمن؟ بالإضافة إلى ساعات العمل والإجابات وعناوين الاتصال اللي احنا درناها في المرحلة الأولى، شنو راح نزيد هسه في المرحلة الثانية؟ الأخبار، الأنشطة الدورية التي تقوم بها الجهات أو الدوائر اللي موجودة في المدن. زين، راح أزيد على المعلومات. فأنا أول شيء أعطيت للمواطن الاتصال والعنوان والأسئلة الشائعة، تمام، وعطيته ساعات العمل. بالمرحلة الثانية راح أزيد عليها الأخبار والأنشطة الدورية، وعدد المواقع راح يزيد كم ونوع، بحيث راح يصير موقع لوزارة التربية في بنغازي، موقع لوزارة التربية مثلا، أو فرع وزارة التربية خلينا نقول في مدينة أخرى وإلى آخره، مراكز الشرطة، الدوائر الأمنية، وزارة التعليم، وزارة الأحوال المدنية اللي هي الجنسية والأمور هاي الأخرى كلتها. زين، هسه السمات عرفناها نقطتين، وميزات انه انا عدد المواقع شو اسمه يزداد. زين، شوفوا، غالبا ما يصاحب الظهور الاول للمواقع الحكوميه، الظهور الاول وين صار؟ صار في المرحله الاولى اللي هو الظهور الحكومي، عدم انتظام تحديث المعلومه المنشوره. شوفوا هسه احنا في المرحله الثانيه، في المرحلة الثانية عم نتكلم عن مشكلة موجودة في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى شنو مشاكلها؟ عدم انتظام تحديث المعلومة المنشورة، ولكن في هذه المرحلة يتم تحديث المعلومات المنشورة بشكل دوري. إذا أنا هسه في المرحلة الثانية عالجت مشكلة عدم انتظام تحديث المعلومة اللي موجودة في مرحلة الظهور الحكومي، وعالجتها في مرحلة النشر الإلكتروني عن طريق تحديث المعلومات المنشورة بشكل دوري. في هذه المرحلة يمكن أيضا لزائري المواقع الحكومية، زين، تنزيل نسخ إلكترونية من المستندات الحكومية للهيئة أو المصلحة ذات العلاقة. زين، هسا أنت راح تسألون، يا أستاذ ما إحنا كنا ننزل المستندات وكنا ننزل المعاملات في المرحلة الأولى، صح؟ اللي هي هاي الحصول على النسخ الإلكتروني للنماذج الحكومية. زين، احنا بالنشر الإلكتروني همين بعدنا ننزل، زين شنو ضفنا لها؟ ضفنا لها شيء واحد، وملأها إلكترونيا ثم إرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني أو كنسخ ورقية من أجل إنجاز المعاملات المختلفة. شفتوا هسه الفرق شنو صار؟ هسه أنا بالمرحلة الأولى أعمل تنزيل للنماذج الإلكترونية اللي هي النسخ الإلكترونية، وأطبعها، بعدين أمليها في خط اليد، بعدين أمشي شخصيا للدائرة. في المرحلة الثانية شنو صار عندي؟ إنه أنا أنزل المستندات الحكومية والنماذج النسخ إلكترونيا، عندي خيارين، الخيار الأول أملأها إلكترونيا وأرسلها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني أنه أنا أدير نفس ما درت بالمرحلة الأولى، أنه أعملها نسخة ورقية، أمليها في خط اليد، بعدين أمشي أنا شخصيا للدائرة أو للوزارة وأنجز المعاملة مالتي. فشوفوا هسه التحديث كيف ده يصير، خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، شوية شوية. فالمرحلة الأولى
انا كنت اعطيك المعامله بي دي اف، انت تنزلها تطبعها تملأها وتجيني شخصيا. بالمرحله الثانيه اعطيتك خيار اضافي، يا اما تمليها الكترونيا وترسلها الي بالبريد الالكتروني، او تعملها نسخه ورقيه وتمليها بخط اليد وتجيني شخصيا للوزاره، ما عندي اي مشكله. زين، هسه مراجعه بسيطه. السمات عندنا نقطتين، التميز هو زياده المواقع الحكوميه كما ونوعا. المشكلة اللي هو عدم تحديث المعلومة المنشورة أو انتظام تحديث المعلومة المنشورة في المرحلة الأولى عالجناه في المرحلة الثانية، فصارت التحديث يتم بشكل دوري وكامل لجميع المعلومات. وإضافة إلى ذلك أنه إحنا نطينا المستخدم أو المواطن خيارين، يا إما ينزل النسخ الألكترونية ويملأها ألكترونيا بعدين يرسلها في البريد، أو يعملها كنسخ ورقية ويطبعها بخط اليد وبعدين يجينا للوزارة. الملئ الالكتروني يعني يطلع لك نموذج كامل، يعني كيف انتم هسه مثلا من تمتحنون كيمياء شايفين هذا النماذج اللي يدير لكم اياها هسه سمير، انه تطلع لكم الاسئله كامله وتختارون، بعدين تكتب ايميلك واسمك وتخلص، بعدين تضغط على زر ارسال. هو نفس الشيء هذا. الملئ الالكتروني معناها نماذج الكترونيه تطلع ظاهره قدامك في الكمبيوتر او في جهاز الهاتف، تعطي معلوماتك وترسلها يا إما عن طريق البريد أو ترسلها عن طريق النموذج اللي هو يدير لكم إياه سعادة سمير. زين، يعني هسه كملنا المرحلة الثانية. بالمرحلة الثالثة يسموها مرحلة التفاعل وتبادل المعلومات. هسه راح نعرف ليش اسمها مرحلة التفاعل. تتميز هذه المرحلة، زين هسه احنا عندنا ميزات، كل مرحلة فيها سمات، فيها تفعيل، فيها مميزات او تحل مشاكل المرحله اللي قبلها، فالرجاء التركيز على هذني الامور. يعني هسه احنا هاي المرحله عندنا سمات وتميزات وعندنا تحديث المعلومات اللي هو حل مشكله المرحله الاولى، وكذلك الشيء اللي وفرناه بهذه المرحله. زين، ميزات هذه المرحله انه تنظيم الوصول الى المواقع الحكومه الالكترونيه عبر ما يسمى البوابه الالكترونيه للدوله. هسه مرحلة التفاعل وتبادل البيانات، ركزوا على هاي تبادل البيانات. بهاي المرحلة احنا راح نبني فد شيء اسمه البوابة الالكترونية. البوابة الالكترونية بالمصطلح العام شنو معناته؟ هو عبارة عن موقع كبير يضم في داخله مواقع اخرى، تمام؟ يعني مثلا موقع وزارة التعليم او وزارة التربية الليبية تحتوي بداخلها كل أفرع وزارة التربية اللي موجودة وين؟ في المحافظات كلها. فأنا عندي الهيئة العليا اللي هو وزارة التربية اللي هو الموقع الرسمي، وعندي الهيئات الدنيا اللي هي الموجودة في المحافظات الأخرى، فيسموه البوابة الإلكترونية لأنه هو موقع كبير ويحوي على مواقع صغيرة بداخله. زين، تقوم البوابة الإلكترونية للدولة شنو وظيفتها؟ وظيفة البوابة الإلكترونية ربط المواطنين بصورة مباشرة مع مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية بكافة أنواعها، تمام؟ يعني أنا أجي أدخل اسم مستخدم وكلمة سر وأخش وأدخل على جامع على كافة الأمور اللي الدولة توفر لي إياها. بالضبط بالضبط، أقدر أعطيكم مثال اللي هو الإي دولة اللي موجود في تركيا، تدخلون عن طريقه وتطلع لكم كثير أمور أمامكم تقدرون تستفادون من عندها. فهي هاي يسموها البوابة الإلكترونية أو يسموها بورتال باللغة الإنجليزية. زين، وظيفة البوابة الإلكترونية تربط المواطنين بصورة مباشرة مع مواقع الوزارة والمؤسسات الحكومية بكافة أنواعها. زين، في هذه المرحلة يصل نضج الحكومة الإلكترونية إلى درجة التفاعل المباشر بين المواطن والإدارات الحكومية الموفرة للخدمة. فمثلا يمكن للمواطن إجراء بعض المعاملات عن طريق الإنترنت، وذلك عبر التفاعل مع المواقع الحكومية لاستخراج شنو؟ زين، شنو هي الأمور اللي ممكن يسويها المواطن في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التبادل والتفاعل وتبادل البيانات؟ شهائد الأحوال الشخصية، وعندي الرخص بأنواعها أو إذن مزاولة الأعمال وغيرها. زين، هسه احنا عرفنا بهاي المرحلة ميزات هذه المرحلة، انه انا راح ابني البوابة الالكترونية. وظيفة البوابة الالكترونية انه تربط المواطن
بصورة مباشرة مع مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية بكافة أنواعها، بحيث التفاعل اللي يصير بين المواطن والإدارات الحكومية يكون بصورة مباشرة. زين هسه احنا بالمرحلة السابقة كان عندنا تفاعل بس مو بصورة مباشرة، ليش؟ لأن احنا كنا بس فقط نستخدم البريد الإلكتروني، احنا صار عندنا لا بصورة مباشرة، انه انا مثلا ادخل على وزارة الأمنية بدي تقرير أمني، اقدر ادخل على وزارة الهجرة واتبع هل انه انا الإقامة صدرت او لا، ادخل على وزارة الصحة واشوف السيجارتة تبعي، ادخل على البوليس واشوف، اقدر ادخل ادفع الضريبة اذا انا صار عندي جزاء من خلال باركينج او غير امور، تفاعل مباشر يعني كأنما انا قاعد في الوزارة وعم اسأل وواحد عم يجاوبني. زين بعض المعاملات اللي ممكن أنا أديرها بالمرحلة الثالثة هو شهادة الأحوال الشخصية والرخص بأنواعها أو إذن مزاولة الأعمال وغيرها. هذه الأمور سابقاً كنت أنا أرسلها بالبريد الإلكتروني أو أحضر شخصياً، وإذا احتاجوني يتصلون علي وأجيهم. هنا في مرحلة هاي التفاعل أو تبادل البيانات مباشرة أنا أرسل وأستلم، أرسل وأستلم، يعني كأنما أنا قاعد قدام موظف وعم أتعامل معه. زين، ويمكن للمواطنين أيضاً الحصول على نسخ إلكترونية من هذه الوثائق أو تلقي الردود حول نواقص استكمال المعاملات، شفتوا؟ أو التنبيهات حول تعذر ذلك. شفتوا هسه كيف؟ التفاعل المباشر شنو المقصود به؟ أن المواطن يقدر يحصل على النسخ الإلكترونية، تلقي الردود حول النواقص، استكمال المعاملات، تنبيهات، إشعارات تجي أنه مثلا معاملتك ناقصة، لم يتم دفع الضريبة، لم يتم دفع الجزاء الفلاني، تواصل مباشر كأنما أنا قاعد بالوزارة وعم أتكلم مع مواطن أمامي، موظف أمامي هو عم يخبرني هاي المعلومات كلها. زين هسه عرفنا، هسه احنا عندنا عبر التفاعل مع المواقع الحكومية شنو أقدر أحصل؟ استخراج الأحوال الشخصية، رخص بأنواعها، إذن مزاولة الأعمال وغيرها، ويمكن المواطن هاي النقطة الرابعة الحصول على نسخ إلكترونية من هذه الوثائق، تلقي الردود حول النواقص، استكمال المعاملات، تنبيهات حول تعذر ذلك. هاي كل هالأمور اللي هي تكون من ضمن إطار التواصل المباشر أو التفاعل المباشر بين المواطن والإدارة الحكومية. زين هاي الأمور من أنا وفرتها للمواطن، من أني وفرتها للمواطن، المواطن صار هسه من يدخل على البوابة الإلكترونية راح يكون في حسابه كل شيء. يعني أنا هسه من أدخل على الإي دولة موجود التيجا نمرة وصورتي وموجودة معلومات البنك تبعي ورخصة القيادة والسيارة اللي عندي ورقمها، الدار اللي أنا ملك إلي، التأمين الصحي، الجزاء، شهادة الميلاد، الأحوال المدنية، الجنسية، كل هاي المعلومات راح تكون متوفرة، كل هذه المعلومات راح تكون متوفرة بالبوابة الإلكترونية بحسابي. زين هسه انتم ما تعتقدون انه هذا الامر هسه صار نوع من اللي يجذب القراصنه؟ زين انه هسه انا مثلا اذا انا هكرت حسابك اللي موجود في البوابه الالكترونيه او الاي دولة، اقدر اطلع على كل المعلومات الحساسه واطلع على كل ممتلكاتك وارقام تليفوناتك واسماء اولادك وعائلتك وسكنك وسيارتك، كل هذه المعلومات تكون تحت تصرفي. أنا يمكن ما راح أمسح أو أغير أي شيء، بس أعرف معلومات عنك، وهذا الشيء يعني مشكلة هذا، صح؟ ولذلك في المرحلة الثالثة راح يظهر عندي احتياج جديد، واللي هو نظراً لحساسية تبادل المعلومات وخطورة تعرضها للقرصنة، في هذه المرحلة يهتم التقنيون باتخاذ أفضل السبل لحماية البيانات والتصدي لأعمال القرصنة المحتملة لها. زين، شفتوا هسه كيف صارت؟ اللحظة اللي أنا دخلت بالبوابة الإلكترونية والأسباب اللي ذكرت لكم إياها، في هذه المرحلة بما أنه التفاعل صار مباشر بين المواطن والإدارة الحكومية، بما أنه معلوماتي كلها راح تكون في البوابة الإلكترونية اللي هي الإي دولة،
راح يظهر عندي احتياج جديد، واللي هو التصدي لأعمال القرصنة المحتملة. سابقا بالمرحلة الثانية وبالمرحلة الأولى أنا ما كانت عندي أعمال قرصنة. ليش؟ لأن في المرحلة الأولى كان المواطن يطبع المعاملة ويرسل ويجي شخصيا. في المرحلة الثانية عندي خيارين، الخيار الأول يملأها إلكترونيا ويرسلها عبر البريد، أو يعمل نسخة ورقية ويجي إلى الدائرة الحكومية على مود يكمل المعاملة. بس بالمرحلة الثالثة من بدأ التبادل أو التفاعل المباشر ظهرت خطورة القرصنة. فبالمرحلة هاي احنا لازم نتخذ افضل وسائل الحماية للتصدي. فاذكروها دائما من يبدأ التفاعل والتبادل راح تصير عندي مشكلة القرصنة، غير شيء ما في. زين، بالمرحلة الرابعة اللي هو مرحلة تكامل الخدمات، المرحلة هذه اللي هي المرحلة الأخيرة اللي انا من خلالها راح اسكر الخدمات وابدي من عندها انطلق انه اضيف باقي الخدمات نفس ما احنا تعلمنا بالحصص اللي فاتت اللي هي هاي. تبدأ المشاريع بحزمة من الخدمات الإلكترونية اللي هي الأكثر تأثيراً في حياة الناس، وبعد ذلك أبدي أضيف إلها شوية شوية. فبالمرحلة هاي المرحلة الرابعة أنه أنا وصلت مرحلة من النضوج، أنه أنا راح أكون كامل وواقف بعدها، بس مجرد أضيف خدمات ومعاملات ونماذج جديدة. زين، لا شك في أن هنالك العديد من المعاملات التي يتعدى إنجازها جهة حكومية واحدة. زين، في هذه الحالة التقليدية يكون شو اسمه لزاما على المواطن الانتقال من مصلحة إلى أخرى كي يستكمل المعاملة المعنية. زين، بالنقطة هاي يقول لك في بعض المعاملات، أكو معاملات يعني تتطلب حضور المواطن، ومعاملات تتطلب إنه المواطن ينقلها أو ينقلها من مكان إلى مكان. يعني مثلا أنا إذا أقدم على ابتعاث راح أقدم على وزارة التعليم، وبعدين أمشي لوزارة الأمن أو الوزارة الأمنية خاطر أطلع الشهادة الأمنية أنه أنا ما عندي جريمة وأنا ما عندي قروض أو مشاكل مع الدولة. زين، هسه صارت أنا عندي وزارتين، يعني من أكمل التقرير من وزارة الأمنية أو وزارة الداخلية والأمن لازم أخذ هذا التقرير وأروح أرسله لمن، أو أخذه وأوديه لمن؟ لوزارة التعليم، خاطر معاملة الابتعاث تمشي خطوة لقدام. فهو هذا المقصود به، أنه يتعدى إنجازها جهة حكومية واحدة. هسه أنا في المثال اللي أعطيتكم إياه عندي جهتين، الجهة الأولى التعليم العالي والجهة الثانية اللي هو وزارة الداخلية. مثلا المعاملات التي يتطلب إنجازها تسديد ضرائب معينة أو الحصول على شرط معين، زين، عندي شهادة الحالة الجنائية، تمام، هاي نوعيتين من المعاملات تحتاج أكثر من جهة، مش جهة واحدة. في الحالتين يجب على الزبون أو المواطن الذهاب شخصيا، تمام. زين، ليش في هذه النوعيتين من المعاملات اللي هو الضرائب وشهادة الحالة الجنائية ليش يطلبون من المواطن أنه يحضر شخصيا لأداء هذه المعاملة؟ لأن إحنا نحتاج أن يحضر المواطن ما يثبت سداده للضرائب في مصلحة الضرائب. زين، المواطن يحتاج يقدم دليل أنه هو سدد الضرائب من مصلحة الضرائب، أو استخراج شهادة الحالة الجنائية في مركز الشرطة. زين، هسه تقولون يا أستاذ زين، ما أنا السداد الضرائب ممكن أديره أونلاين، أوكي تمام ما في مشكلة. زين، والحالة الجنائية ليش؟ الحالة الجنائية أنا لازم أروح أبصم، صح؟ عندي بصمة الأصابع العشرة، وفي بعض الدول يأخذون بصمة العين اللي هو قزحية العين ويصوروني تصوير، بعدين يدخلوني في قاعدة البيانات والأرشيف ويشوفون هل أنه أنا عندي سوابق جرائم أو لا، تمام؟ فأنا بالحالة الجنائية مجبر أنا أروح، أنا كيف أدخل بصمتي عن طريق البوابة الإلكترونية؟ ما أقدر. البصمة يعني لها جهاز خاص أنه يقرأ البصمة. المواطن ما مستعد يوفر هذا الجهاز، يعني كل مواطن لازم عنده يكون جهاز بصمة، مستحيل. زين، هسه عندنا هاي الأمرين، أول شيء ضرائب، تسديد الضرائب المعينة أو الحصول على الشهادة الجنائية. في هذه الحالتين بعد المرحلة الثالثة بس تبقى عندي هاي النموذجين، هاي الحالتين فقط، أنه أحتاج فيها المواطن يحضر إلى الدائرة المعنية
كل المعاملات الأخرى أنا أنجزتها بالمرحلة الثالثة، ويقدر المواطن يديرها عن طريق البوابة الإلكترونية، وأنا ما أحتاج الحضور تبعه. تمام؟ يعني هسه بعد المرحلة الثالثة البوابة الإلكترونية تكفلت بكل شيء، بقت عندي نموذجين اللي هو شهادة الحالة الجنائية وتسديد الضرائب. هذه المعاملتين يجب على المواطن الحضور. زين، كيف راح أعالج هذا الشيء؟ في هذه المرحلة اللي هي تكامل الخدمات راح أوفر خدمة بحيث أنه المواطن لا حاجة للحضور الشخصي للزبون وإنجاز المتطلبات لوحده. زين، دون إثكال اللي هو هاي، إذ يمكن للمصلحة المعنية أن تقوم بذلك آليا دون إثقال كاهل المواطن بالحواجز الإدارية وإلى آخره، وإعفائه من الذهاب لكل دائرة على حدة. زين، بالمرحلة هاي احنا قلنا بعد المرحلة الثالثة تمينا كل شيء، بعد ما عندي مشكلة. بالمرحلة الرابعة راح تبقى عندي معاملتين، الأولى سداد الضريبي والثانية شهادة الحالة الجنائية. زين، المرحلة الرابعة راح تتكفل انه تحل هذه المشكلة، بالإضافة انه تحل مشكلة انه المواطن إذا المعاملة تبعت المواطن يحتاج فيها يذهب إلى أكثر من جهة، راح تساعده وتحل هاي المشكلة، بحيث المواطن بعد إكمال المرحلة الرابعة يقدر من خلال البوابة الإلكترونية يدير كل حاجة. إذا كانت المعاملة في جهة واحدة، أو إذا كانت المعاملة في أكثر من جهة، أو إذا كانت المعاملة شهادة جنائية أو تسديد ضريبي، كلها راح تتم وتصير من ضمن البوابة الإلكترونية. زين، هسه السؤال يسأل نفسه، كيف المرحلة الرابعة، كيف المرحلة الرابعة قدرت أو استطاعت أن تعالج مرحلة الحضور أو التواجد الشخصي للمواطن؟ شغلتين، الشغلة الأولى اللي هي الميزات، تمام؟ استخدام التوقيع الإلكتروني للتأكد من صاحب هوية المعاملة، وتفعيل عمليات السداد الإلكتروني الآمن ضمن بطاقات الائتمان. تمام؟ هسه عبر البوابة الإلكترونية الشخص إذا يريد شهادة جنائية أنا أستخدم التوقيع الإلكتروني، تمام؟ يوقع أو يرسل لي توقيع الإلكتروني خاطر أعرف أنه هذا الشخص هو بالضبط هذا الشخص المعني، من دون الحاجة إلى البصمات. هاي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، تسديد الضرائب أو سداد الضرائب في مصلحة الضرائب بعد ما يحتاج الحضور. ليش؟ لأن أنا راح أفعل عمليات السداد الإلكتروني الآمن عبر استخدام بطاقات الائتمان. فبالمرحلة الرابعة ورا ما فعلت السداد الإلكتروني والبطاقات وهالأمور هاي والتوقيع الإلكتروني، حليت مشكلة تواجد المواطن في معاملة شهادة الحالة الجنائية وتسديد الضرائب، وأيضا حليت مشكلة أنه المواطن إذا عنده معاملة حكومية تحتاج إلى الذهاب إلى أكثر من جهة، هاي أيضا حليتها. تمام؟ وكلها هذه أصبحت متوفرة في البوابة الإلكترونية. بعد هاي المرحلة راح يكون عندنا تحول كامل من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية. بعد هذه المرحلة تبدي الدولة حسب توفر إمكانياتها المادية وطاقاتها البشرية أنه تضيف نماذج جديدة. السنة هاي تضيف الانتخاب الإلكتروني، السنة اللي بعدها تضيف التوظيف الإلكتروني، السنة اللي بعدها تضيف الرعاية الصحية الإلكترونية، السنة اللي بعدها استخلاص الإجازات والعمل، السنة اللي بعدها، وتمشي بهالطريقة. وإحنا دا تشوفون إحنا العالم دا يتطور، واحتمال راح تكون في نماذج ومعاملات جديدة هي خارج النقاط اللي إحنا درسناها هاي، صح؟ ممكن. فتعتمد عاد كل سنة وحسب الدولة تشوف ما هي النماذج والخدمات الجديدة اللي هي تدعم الاقتصاد الوطني وتأثر على حياة الناس أكثر، هي راح تفعلها وخلصنا. فمراحل التطور انتهت، وأصبحت عندنا حكومة إلكترونية شغالة بالكامل لخدمة المواطن الكريم. زين حبايبي، هاي المراحل الأربعة خلصناها،
الفيديو اللي بعده راح أكمل التحديات وراح أحللكم الأسئلة. زين حبايبي، دمتم بالخير والعافية. السلام عليكم.